يعتبر علامة فارقة في تاريخ علاقات العمال مع المشغلين، وعلى مدار التاريخ كان لمسيريات الأول من أيار هيبتها. صحيح لنا، وهو تعبير عن عظمة وقوة التنظيمات العمالية في هذا اليوم، وتجسيدا للحصول على حقوق العمال والعاملين. وللحديث بعمق عن أهمية مسيرة الأول من أيار، نرحب بضيوفنا توفيق كناعني، عضو مكتب سياسي للجبهة، وفراس إغباري، عضو اللجنة المركزية للشبيبة الشيوعية. يسعد صباحكم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم، وكل عام وأنتم بخير. عام أنتم في بخير. غلط، أنا مش عضو مكتب سياسي في الجبهة. اوكي، يسعدنا التصحيح. شيوعي قديم، كنت عضو مكتب سياسي في الحزب الشيوعي مش في الجبهة سابقا. اهلا في الحزب. شكرا لك، ولكنك رفيق دائم. من 52 لليوم. يعطيك الف عافيه. اهلا بكم. خبرونا عن المسير اللي كانت في الناصري قبل بضعة ايام، عن الحشد والمشاركه في هذا العام. تفضل. لا شك أنه كانت مسيري كثير هامة، وطبيعي أنه كان المسيطر الأكبر الشباب والصبايا المشاركين، كان مشاركة كبيرة أكثر من 6000-7000 مشارك كان، واختتمت في كلمات من سكرتير العام للحزب ورفاق آخرين. سكرتير عام الشبيبة الشيوعية الرفيق عادل عامر سكرتير الحزب، وعرفات بدرني سكرتير الشبيبة الشيوعية. كيف ترى مشاركة الجيل الشاب أو الناشئ في مسيرات كهذه؟ العكس، بشوفها بشكل إيجابي جداً، وفعلا كان مشاركي شبابي محترمي في هاي السنة. حلو. وبتأمل اليوم المسيرة الثانية اللي رايحة تكون في كفر ياسيف وأبو سنان، تكون مشاركة الشباب مشاركة أساسية. حلو، جميل. سنعود لنا لموضوع الشباب، ولكن مع الأستاذ فراس، يعني بدي أسألك، الشعارات اللي ناديته فيها خلال هاي المسيرة بشو تميزت؟ كان في تجديد؟ كان في طرح؟ كان في توجه مختلف؟ للأسف الشديد دائما في تجديد، لأنه وضعنا مركب، ودائما ما في اضطهاد جديد كل يوم لعمالنا. العمال العاملين والعاملات للأسف الشديد بيعانوا من اضطهاد في عدة مجالات وبأشكال مختلفة. يعني العاملات في القطاع الخاص في بلداتنا بيعانين من يعني تدني في الأجور، بالضبط عدد ساعات عمل بعتهم مش ساعات الإضافية اللي بيشتغلنها. العمال اللي بيشتغلوا في العمار بيعانوا من عدم أمان كمان، بالضبط بيعانوا من عدم أمان، بيعانوا إنه المؤسسات الإسرائيلية ما بتعطيهم مين اللي يحافظ على حياتهم، مقاولين ما بيهتموا في حياتهم، وأيضا الفلسطينيين من الداخل الضفة اللي بيأتونا اللي بيجوا بيشتغلوا هون. كمان بيعانوا من تمييزات، يعني تمييزات لأنهم عمال، وتمييزات لأنهم فلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 67. بيعانوا من تمييزين الاثنين، وبيعانوا أيضا من اضطهاد، اللي معاه تصريح واللي معهوش تصريح. اللي معاه تصريح بيقوم من الساعة 4 الصبح وبتغلب في الحواجز، واللي معهوش تصريح بيلحقوه وبيستشهد شاب مثل اللي استشهد في عرابة قبل كم يوم. فكل يوم ضحايا لقمة العيش. بالضبط، ضحايا لقمة العيش وضحايا الاضطهاد. كل يوم في شيء جديد، ولكن الشعار الكبير اللي منادي فيه هو انه العمال، انه يا عمال العالم اتحدوا. الاتحاد فيها القوه، فيها بدايه الثوره على المضطهدين والمستغلين. ولكن هل كان هناك شعارات يعني لم تقتصر فقط على موضوع العمال، كان في كمان هناك شعارات تدخلت في السياسه اكثر؟ طبعا، هو يوم، يعني يوم التضامن العالمي مع العمال الاول من ايار، يعني من زمان تحول لأمر سياسي أكبر من قضية العمال، لأنه قضية العمال عادة ما تكون مرتبطة في قضايا أخرى.
يعني في عمال مثل العمال الفلسطينيين مرتبطة أيضا في القضية الفلسطينية، فما بنفع يعني ما في فصل بالضبط، ما بنفع نفصل. أيضا في قضايا عالمية اللي بتأثر على العمال في كل العالم، لما يصير في حروبات، لما يصير في احتلال، لما يصير كل هذا بيأثر على كل العالم. لذلك إحنا بنعتقد إنه كل القضايا مرتبطة وكلها مرتبطة في يعني بالأساس في سحق الشعوب المضطهدة هذه والطبقات المستضعفة مثل طبقة العمال. للأسف. نعم. بدي أسألك الرفيق توفيق، يعني كيف أنت يعني واكبت مسيرات كهذه وأيام الأول من أيار على مدى سنين عديدة، كيف ترى هذه السنة الحشد والمطالبة بتحقيق الحقوق للعمال العرب في البلاد؟ لا شك أن أنا بشارك في مسيرات أول أيار في الناصري من سنة 52. نعم. وأنا بعتقد أنه مهم أنه أجي على شغلي هام جدا في تاريخ أول أيار اللي هي أحداث 58. صحيح. اللي هاي كانت أول انتفاضة طبقية وطنية لجماهيرنا العربية في هاي البلاد، واللي نتيجتها المباشرة كان اعتقال أكثر من 400 رفيق وصديق من كل بلاد بما فيها أم الفحم أيضا، لأنه صار فيها أحداث في 3 أيار. نعم. احتجاج على ما حدث في الناصري، وهناك جرى اعتقالات كبيرة. لا شك أنه هذا اليوم التاريخي كانوا بدين يمنعونها أنه إحنا نتظاهر في هذاك التاريخ في الساعات اللي دائما كنا نتظاهر فيها، من أجل أنهن لأنه كان في العيد بالنسبة إلهن العاشر للدولة، وبالنسبة إلنا الذكرى العاشرة لنكبة شعبنا. نعم. فكانوا بدهن يجيبوا عملائهن اللي يتظاهروا ويورجونا أنه إحنا كيف عايشين في بحبوحة من العيش، وأنه نرقص على أنقاض قرانا المهجرة. هذا اللي كانوا بدهن إياه، ولكن وهكذا لأنه كانوا جايبين صحفيين من مختلف أنحاء العالم ووسائل الإعلام، ولذلك كان وسائل الإعلام إنها أدت إنها تنشر الحقائق. نعم. اللي جرت، لأنه في مظاهرات أول أيار كنا في هذه المرحلة دائما نرفع شعار حق تقرير المصير لشعبنا العربي الفلسطيني. هاي من الشعارات الأساسية اللي كانت في هذه المرحلة، ونتيجة لهاي زي ما قلت لك اعتقل حوالي 400 إنسان، وحكموا محاكم عسكرية اللي نعم. ما إلها معنى والعكس. نعم. ولكن المسيرات لا تكفي يعني، وحمل الشعارات لا يكفي، هناك طلب أو كان مجابهات مش بس. نعم. شعارات. نعم. تشكيل ضغط على الجبهات، ولذلك نتيجتها أيضا أقيمت الجبهة الشعبية في سنة 58 بقيادة المرحوم طيب الذكر يني يني اللي كان رئيس مجلس كفر ياسيف في هذه المرحلة. نعم. هاي كانت نقلة نوعية لجماهيرنا العربية في مجابهة سياسة الحكم العسكري في هذه المرحلة. ولذلك الأمور تتطور نتيجة لهذا. فرض أنه دائما الساعة 9 إحنا إلنا الموعد المحدد للمسيرة. نعم. من هداك الوقت إلى الآن هي قائمة ومستمرة. ولذلك إحنا اليوم نشوف دائما في تطوير طبيعي للشعارات مع اختلاف الوضع، مع اختلاف الزمن، مع اختلاف المجابهات اللي بتكون قضايا. يعني في مرة من المظاهرات
أشركنا التراكتورات منشان قضايا الأرض، وكان وقتها قضية قناة البطوف. نعم، حسب حيثيات الوضع اللي ضد هاي السياسي اللي اقتطعوا أراضي من البطوف للقناة، وكان في بدهن يرحلوا كفر مندا في هذه المرحلة. ولذلك طبيعي إنه إحنا اليوم في وضع يختلف، طبيعي الشعارات تختلف في هاي المرحلة، ولكن الشيء الأساسي اللي هي وحدة الطبقة العاملة، نضال الطبقة العاملة من أجل مكانتها السياسية والاجتماعية في هاي البلاد وفي غيرها من البلاد واستمراريتها إلى اليوم. شكرا أستاذ توفيق، نعود إليك. فراس، بدي أرجع لك، ذكرت موضوع قضايا العمل وخاصة قضايا حقوق العاملين بالذات في فرع البناء، وعم نحكي وعم نشهد من بداية هذا العام حوادث متكررة لأشخاص اللي هن موجودين العاملين خاصة في فرع البناء. إذا إحنا بنيجي نفحص اليوم هذا المجال بحقوق العمال، ما الذي يجب ويعني يجب أن يحدث، وما هي المطالب بهذا الاتجاه، ومن هم المبادرون؟ أنا يعني ببدأ من وين اختتم من رفيق. هو نضال يعني بالضبط، هو اتحاد الطبقة العاملة من أجل النضال. نعم. أول خطوة للنضال هو يعني إنه يكون في هناك تعريف على حقوق العمال، يكون في عندهم معرفة عن حقوقهم. هذه المعرفة لازم بالأساس اللي يعني إحنا بنعمل فيها في الحزب الشيوعي والجبهة، دائما ما من يعني منعت العمال هذه المعرفة. لا يعني أي عامل، مثلا العاملات اللي كانوا موجود في القطاع الخاص، قبل فترة نشرنا يعني عملنا حملة سميناها مينيموم في أم الفحم، يعني حتى يكون تعرف العاملات حقوقهن وقديش لازم يأخذهن وقديش ساعات العمل اللي يشتغل بالضبط. نفس الشيء في عمال البناء، لازم يكون عندهم معرفة. إحنا المفروض منا أولا أنه نعطي هذه المعرفة. ثانيا، في كل مكان ممكن أنه نناضل فيه يجب أن نناضل. في الكنيسة، أعضاء الكنيسة بناضلوا في هذا المجال بشرق، يعني بيضغطوا على اللجان، بيضغطوا على المسؤولين انهم يكون في هناك يعني مراقبين لاعمال البناء، مراقبين اكثر لانه عدد المراقبين هو قليل جدا. تطبيق الشروط بالضبط. كمان تطبيق الشروط، لانه بيقولوا انه في شروط، واذا بتلبسش الخوذه بتدفع كذا، بس ما حدا بينفذ هذه الشروط على ارض الواقع. في مخالفات بالضبط، في مخالفات، في مراقبه بالضبط. هذا المراقبين اللي المفروض انه تكون المؤسسه يعني الدوله تحط مراقبين، ما في هذا العدد الكافي للمراقبين. صحيح. ولكن حتى هذا العدد الغير كافي ايضا لا يكون بواجبه، لانه يعني ما بيعمل بالضبط كيف القانون بكله. هون في اعضاء دور اعضاء الكنيسة يضغطوا، في دور النقابات العماليه الموجوده احنا يعني بالاغلب بنشارك فيها، بيكون لنا تاثير فيها، وفي في كل مكان. يعني من اول ايار هو يعني يوم واحد للتضامن، لكن كل العام يجب النضال بالضبط على العمل على. خدنا اكثر هيك بشكل عيني وعملي حول النشاطات او الاجتماعات او المحاضرات التوعويه، مثلا تعال نقول اذا بنروح على حيز النسائي مثلا. صحيح. في هناك كثير عم بيكون في تشجيع لفتح مصالح تكون مستقله اقتصاديا. قديش انتم في عندكم مبادره بهذا المجال؟ احنا مبادرتنا ازيد في موضوع النضال من اجل تحقيق الحقوق. وفي مجال العاملات بقول لك، كان اول كل سنه في عندنا كتيب اللي ينشر للعمال والعاملات في موضوع حقوقهم. هذا مهم هذا طبعا. نشره في نشرة كل عام، في نشره تجديديه مع القوانين الجديده اللي بتكون في خلال العام للعاملات، خصوصا في أم الفحم قبل فترة نشرنا وعملنا حملة توعية للعاملات، وهذا هو الأساس. يعني حملات التوعية، النشاطات اللي بتكون خلال العام، هذا هو الأساس كيف أنه نوصل المعرفة، لأنه إذا كان في معرفة هي قوة، وإذا كانت هالقوة ممكن ساعتها النضال يكون أنجع وأفضل. صحيح. ولكن يعني سؤالي موجه لكم، لحضرتكم التنين، أستاذ توفيق وفراس أيضا. يعني إحنا بدأنا الأخبار الصحفية تبعتنا في هبوط للأسف الشديد في نسبة العمال، وتراجع في نسبة
العاملين وزيادة في نسبة البطالة. طبعا هذا واحد من التحديات اللي بتواجه العمال وخاصة العرب وبالتحديد في المناطق العربية اللي عادة ما في مرافق اللي هي مرافق صناعية، مرافق عمل اللي تستوعبين. بهذا الخصوص كيف عمليا انتم بتتنظموا؟ يعني عدا عن التوعية، هل في كمان نشاطات إضافية لزيادة مرافق العمل، التوجه نقول لمشغلين أو مؤسسات إن يعني وتشجيعها أن تيجي على البلدات العربية لفتح احتمالات وإعطاء فرص عمل؟ لا شك إنه هاي قضية كثير محرقة في قرانا ومدننا العربية، وفي نفس الوقت عم نحاول عن طريق طبعا السلطات المحلية لإقامة المناطق الصناعية في قرانا ومدننا، وهي مش عم بتكون سهلة نتيجة لسياسة التمييز اللي بنتهجوها حكام إسرائيل على مدى سنوات طويلة. ولذلك هاي في الاستمرارية في المعركة من أجل تحصيل الحقوق، لأنه أني لما بيجوا بيعملوا هاي المجالس الإقليمية اللي بتسيطر على أراضينا، نعم صحيح، هي ومنقدرش نأخذ منها أقسام إلا بالقوة وبالاستمرارية وبالكفاح. يعني هاي في عرابي في الفترة الأخيرة حصلنا 900 دولم من مزقاب، اللي مزقاب كلهم بيجوش 20,000 وتحت سيطرتهم 186,000 دولم، سيطرين على مساحات كبيرة، بينما عرابي يا دوب توصل 9,000 دولم منطقة نفوذها. ولذلك هاي هي المعركة الأساسية اليوم اللي عم بتكون من المعارك الأساسية، اللي هي توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية سلطاتنا المحلية من أجل البناء. هاي منشوف إنه هاي سليب الهدم البيوت، يعني ما منشوفها غير بهالدولة، والهدف هي منع تطور قرانا العربية. ولذلك هاي المعركة الأساسية، المعركة الأساسية اليوم اللي هي من أجل توسيع مناطق النفوذ وإمكانية توسيع مناطق البناء لقرانا العربية. يعني أعتقد هذه النقطة اللي سألتيها هي النقطة اللي بتعيدنا لسؤالك الأول، كيف بنخلط يعني كيف بنضيف الأمور السياسية في مظاهرة أول أيار. هذا هو بالضبط، لأنه عشان نبني أماكن عمل وفي بلداتنا العربية في هناك سياسة دولة إسرائيل اللي بتمنعنا نبني أو بتمنعنا يكون عندنا مسطحات حقيقية يعني مستحقة لبلداتنا العربية. فكله بالآخر مرتبط في قضايا سياسية بالطبع. فراس، كيف تعملون على إتاحة فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة؟ احنا ذكرنا حيز النسائي، لأنه أنا شخصيا كثير بهمني، بس تعال نحكي على كمان شرائح أخرى، كيف تعملوا لتوفير وتسهيل قبولهن للعمل؟ بعتقد انه اليوم احنا في يعني في مرحله اللي مجتمعنا واعي لهذه الشريحه، وايضا المؤسسات الموجوده في بلداتنا العربيه واعي لهذه الشريحه، على الاقل بدات يعني تعرف حقوقها، بدات توعى لها وبدات تعطيها حقوقها في بلدياتنا، في يعني في المجالس، في اماكن العمل. بدانا نشوف تغيير في مجتمعنا العربي، طبعا في تحسن، بعده مش واصل وين احنا بدنا اياه او وين المفروض يكون، ولكن فكر هذا ايضا جزء من يعني من حملات التوعيه اللي بنعملها، مش بس لهذه الشريحه انما لكل المجتمع، عشان يعرف انه لازم يعني يجب ان يكون هناك مثلا للمشغلين المشغلين تم قبول. يعني فكر كان في يعني دائما بيعطوا للمشغلين اليوم تحفيز انهم يشغلوا، صحيح، وتمويل كمان، بالضبط، تمويلات وتحفيزات دفع الاجر، وهذا جيد، هذا بدايه الطريق، لانه في النهايه كل المجتمع يعني هذا جزء من المجتمع اللي يجب ان يعمل ويجب ان يشارك فيه، بالضبط. طبعا فراس، نحن على يعني عتبة الربيع، احنا صرنا بالربيع وقريبا ندخل في فرصة الصيف، وكثير من الطلاب بيروحوا عشان ياخذوا هيك يعملوا وظيفة صغيرة،
يمرقوا وقت الشهرين. وقت الصيف فرصة الشهرين حتى بداية السنة الدراسية الثانية، كيف بيقدروا يميزوا أنه هني مش عم يستغلوا من قبل المشغلين؟ أولا اليوم كل المعلومات موجودة في الإنترنت، كل المعلومات عن حقوق العمال موجودة في الإنترنت، موجودة يعني بمتناول اليد. العامل يعني في أجزاء، في عامل اللي هو عمره فوق ال 18، بالأغلب اللي بتقصدهم هم عمرهم أصغر، أقل من 18 سنة، فلهم يعني حقوق خاصة لأنهم أصغر من 18. يعني مسموح لولد عمره 14 15 في 16 في مسموح أنه عمره 16 يروح يشتغل، بس في له حقوق خاصة في عدد ساعات معين اللي لازم يشتغل، لازم تصدر بطاقة عمل كمان، ففي هذا الحقوق هو لازم يعرفها. إحنا بالعادة في هاي الفترة، في يعني كمان شوي بنبلش ننشر أنه يعني آخر في العطلة اللي مركت نشرنا حملة توعية سميناها، كنا يعني كمان في العطلة مينيموم، يعني حتى في العطلة إذا بقاعد وهذا في لك حقوق، يعني سميناها مينيموم بالمعنى مش بس الحد الأدنى للأجور، إنما كل ما يعني كل ما يترتب على ذلك من حقوق للعمال. فهذا الأمر يعني احنا بندعي كل الشباب الان الموجودين، الشباب والصبايا اللي بدهم يشتغلوا في الفرصه، انه يعني يعرفوا حقوقهم ويتعاملوا مع الوضع بانه هذا حق، هذا مش مني، هذا حق ولازم يحصل عليه من صحيح. من المشغل طبعا. استاذ توفيق، طبعا يعني نعود لك كمان في نفس السياق، يعني مسؤوليه مؤسسات الدوله، يعني احنا واضح قلنا انه مرتبطه جدا بسياسات واستراتيجيات اللي ممكن تكون عائق، ولكن هل في لجان بمجتمعنا او بنقدر نقول مؤسسات اللي وظيفتها ان تتابع هاي المؤسسات الحكوميه والطالب بتحصيل الحقوق للعمال، عدا عن طبعا كل قضيه التوعيه، هل في بنقدر نقول لجنه مراقبه، لجنه متابعه اللي من خلالها ممكن تكون هي عمليا المتابعه والمحصله للحقوق مباشره من الحكومه؟ في عده مؤسسات او عده جهات. أول إشي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في لجنة الرؤساء السلطات المحلية، في كتلتنا في الهستدروت، اللي هدول كلهم عم بأخذوا دور في هذا الاتجاه. بالإضافة لا شك إنه إحنا كحزب شيوعي، حزب الطبقة العاملة اللي دائما همنا وقضيتنا الأساسية هي مشاكل العمال ومشاكل مجتمعنا ككل، صحيح. ولذلك هاي القوى كلها هي بتصب في، بالإضافة في حتى هاي لجان المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني، جمعيات المجتمع المدني، هاي مجتمعات حقوقية كمان، ولذلك هاي أيضا عم تأخذ دور إيجابي في قسم منها مش بطال، ولذلك هذا التوجه بتاعنا. أي يعني هو أول أيار تحكوا عن السياسي ومش السياسي، أول أيار أساسا قام على أساس السياسي، صحيح. نتيجة لهذيك المرحلة من أجل تحديد ساعات العمل لثمان ساعات، صحيح. اللي دفعوا ثمن من ذاك الوقت وما زالت الطبقة العاملة تدفع الثمن، صحيح صحيح. نحن في صدد تشكيل حكومة جديدة، كم هذا الموضوع الحارق أو القضية الحارقة هي في سلم أولويات الأحزاب العربية؟ موضوع العمال طبعا العاملين. حقوق العاملين موجود على أجندة الأحزاب العربية على الأقل، أما نحن من الجبهة والحزب الشيوعي نعرف أنه هذا واحد من الأمور اللي منتابعها ومن ناضل من أجلها في كل العام، في الكنيسة، في خارج الكنيسة، في النقابات. يعني كان سألته عن النقابات، في النقابات أيضا في هناك بيكون يعني الدفاع عن العمال، ممكن العمال يروحوا على النقابات ويتشكوا على أوضاعهم إذا كانت سيئة، ممكن من هناك يعني أيضا يحصلوا على حقوقهم عن طريق النقابات. بالأحزاب في الجبهة في عنا أيضا مجموعة اللي هي يعني فقط تتعامل مع قضية العمال، فنحن يعني هذا الموضوع موجود على الأجندة دائما، وليس
فقط العمال الموجودين داخل إسرائيل، إنما أيضا العمال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 67، لأنه إذا أنا يعني مش غلطان النسبة كانت اللي هي عن العمال الفلسطينيين إنها نزلت فلسطين. هذا بقول قديش الأمر هو أمر سياسي، يعني هم بيعانوا الأمرين، والبطالة هي يعني بسبب التضييقات وبسبب يعني دولة إسرائيل، وليس يعني لأنهم هم عدم إعطاء تصريحات للخروج، عدم إعطاء تصريحات، وحتى إذا بعتهم تصريحات، يعني لما بعتهم تصريحات بيجوا بيسحبوا للساعة 4 الصبح على الحاجز، فأيضا يعني تعجيز ويعني اضطهاد بشكل مستمر لأنه عامل ولأنه فلسطيني. فنحن نتابع كل هذه القضايا، وأعتقد أنه يعني رفاقنا الموجودين في الكنيسة سيتابعون هذه القضايا يعني أتم وجه مسيرة الألام. صحيح صحيح. ويعني أستاذ فراس، بالوقت المتبقي لنا وكمان أستاذ توفيق، إحنا بنحكي عن كمان يعني ظاهرة منتشرة جديدة في المجتمع العربي، هو كل قضية تشجيع النساء على إقامة مصالح اللي هي مصالح مستقلة، وهذا يجعل النساء المستقلات حتى اللي بيروحوا على هذا مجال العمل وكأنهن كمان غير مؤطرات وما في إلهن حقوق. هل في إلهن معالجة خاصة لحقوقهن أو توعية خاصة لحقوقهن حتى كمستقلات؟ يعني احنا بنحكي عن الحقوق للأجيرين، خلينا نقول الحقوق العامة طبعاً. ولكن هون بهاي الحالة في عم نشوف انه في كتير نساء عم تشتغل في مجالات اللي هي المصالح الشخصية، مثل الشغل البيتي، مثل الأكل، مثل التطريز، مثل الخياطة. طبعا هاي مجالات اللي هي بنقدر نقول عنها يعني مبادرات مباركة اللي بتساعد اقتصاديا، ولكن هذا بيوضعها دائما في حالة القلق كامرأة، انها بدها تبحث عن مصدر للرزق كل الوقت، وبنفس الوقت هي غير مؤطرة لا في لجنة ولا في نقابة، ويمكن كمان ما عندها معلومات عن حقوقها كمستقلة. اولا احنا ندعي كل الناس انهم يكونوا مؤطرين في احزاب نقابات. وفي نقابات، يعني لانه دائما لما يكون في نقابه او حزب او مجموعه هذا افضل، لانه بصير يعني بصير في تمثيل، بصير في قوه. احنا يعني حزبنا دائما ما دعا انه يكون في نقابات، حتى لو يعني غير النقابات العماليه، ف يعني ندعوهم انه يكونوا في نقابات، يعني بيقدر يتوجهوا لكم كمان. طبعا نحن نتوجهوا عنا، يتوجهوا لاعضاء الكنيسة. يعني فكر موضوع التشغيل، يعني تشغيل النساء وحقوقهن، يعني فكرتنا عايدة توم سليمان كانت مسؤولة لجنة مكانة المرأة، وفك يعني من متابعتي لهذا الأمر كانت يعني عملت بشكل كبير جدا في هذا الموضوع. دائما ما كان في هناك لجان اللي أقيمت فقط عن حقوق النساء العاملات في القطاع الخاص اللي إلهن، يعني كان في عندنا يعني أماكن عمل صغيرة بسموها صغيرة ومتوسطة. صحيح. وكان دائما ما يكون في إلهن، يعني في إلهن حقوق، في إلهن أيضا دعم المفروض يكون، وهن يعني بشكل عام ما بيكون عارفين إنه في إلهم أحقية في الدعم. يعني دائما ما بنكون إحنا أول في حملات توعية، ولكن أيضا في كل مكان في النقابات وفي الكنيسة بنعمل في هذا الموضوع، ولازم إنهم يشاركوا في هذا. من جهة أخرى النساء الأجيرات يعني هن ما زالت أو ما زال أجر الامرأة منخفض أكثر من أجر الرجل، أقل من الرجل. صحيح. حتى لو بنفس المهنة، حتى لو بمؤهلات أكثر وكفاءات أكثر. هاي معركة مش جديدة من أجل مساواة الأجور بين الرجل والمرأة. صحيح. وهاي معركة مستمرة بالنسبة إلنا، لأنه إحنا ما من وجهة نظرنا ما في فرق بين العامل أو العاملة. طبعا اثنين بقدموا نفس العمل، من الضروري ومن الواجب ان ياخذوا نفس المعاش. صحيح. ما يكونش الفرق. ولذلك هاي المعركه مش اليوم بديت، يعني صحيح. من زمان بادي ومستمره، حتى نقدر نحقق في مجالات حققنا شيء. صحيح. ولكن هناك المشغلين، الكثير من المشغلين، ما بديش اعمم طبعا، مش طبعا، ولكن في هناك مشغلين يعني يستغلون انه العامل هي امراه. ويلجؤون الى الابتزاز، ويلجؤون الى طرق ثانيه لاستغلالها.
طيب هاي اللي لازم مقاومتها، والعاملة اللي بتكون في حل من هذا النوع لازم تكون جريئة وتجابه هذا الواقع العاطل، اللي هذا الرأس مال العاطل اللي بيحاول يستغلها بأساليب عاطلية. ولذلك دورها، دور هاي المجموعة المحترمة واللي الكل بيحترمها وبيقدرها بالنسبة لنا كمجتمع أساسي، بحكيش عن أصحاب العمل، اللي لازم هن اللي يجابوا هذا الواقع. صحيح. طبيعي بدعم من القوى السياسية، وهذا مننا كشيوعيين دائما موجود هذا الدعم بشكل مثابر وواضح. نعم. ما أجملكم ونشكركم ونشد على أيديكم، ومع يعني وصولنا لنهاية وقتنا معاكم. نحب نشكركم أستاذ توفيق كناعني على حضورك. أهلين. أهلي. فراس إغبارية شكرا. طبعا يعني هذا الموضوع ما زال الكثير أمامنا، ونشد على أيديكم تستمروا أيضا في غير أول أمن الأغيار، يعني ممكن نحكي عن هذا الموضوع. طبعا قضايا العمل وخاصة النساء العاملات. صحيح. من القضايا اللي بتهمنا في صباحنا غير. لأنه فعلا هذا اليوم يوم تاريخي مهم جدا. طبعا لأهميته التاريخية ولأهمية استمرارية. صحيح. أكثر من 100 سنة صار له اللي يحتفلوا في العالم كله، وليس سنة 1890. صحيح. صحيح. شكرا لكم. أهلين. يعطيكم العافية.